يا ابن آدم إن بينك وبين الله ذنوب وخطايا لا يعلمها إلا الله، فإن أردت أن يغفرها الله لك فاغفر أنت للناس، إن أردت أن يسامحك الله فسامح أنت الناس، إن أردت أن يعفو الله عنك فاعفو أنت عن الناس. يعني أنت كيف تقول اللهم اغفر لي ارحمني سامحني وأنت لم تعود قلبك الصفح والغفران؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني إذا تحب أن يغفر الله لك اغفر أنت، سامح أنت، ولا تقاطع أحدا. الإسلام أعطانا فرصة ثلاثة أيام فقط، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اجعل أجرك على الله سبحانه وتعالى، ابتعد عن هذه الأمراض النفسية والقلبية.